بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. يسرني ويشرفني في الحقيقة أن أكون متواجدا ومشاركا لكم في هذا المحفل، وأشكر حقيقة جميع القائمين على تنظيمه. طبعا النجاح عبارة عن غاية، كل واحد فينا يسعى إلى تحقيق هذه الغاية، سواء كان ذلك في مسيرته الأكاديمية أو في مسيرته المهنية. إلا أن الطريق الموصل إلى النجاح دائما ما يكون هذا الطريق الحقيقة مليء بالمصاعب، ومليء بالتحديات، ومليء بالمعوقات. وتخطي هذه المصاعب يحتاج إلى الكثير من المثابرة والعمل الجاد والجهد الوافر وتقديم التضحيات والتنازلات. وطبعا نحن لنا في آبائنا وأجدادنا أسوة حسنة. ليش؟ لأنهم الحقيقة قدروا يتخطون الكثير من المصاعب والتحديات رغم قسوة الحياة، يعني رغم الظروف القاسية اللي مروا فيها. أيامها طبعا ما كان التعليم متوفر، ما كانت وسائل الاتصالات والمواصلات متوفرة مثل اليوم، فكان الكثير منهم يضطر إلى أن يسافر من أجل أن يتعلم، وكان الكثير منهم يضطر أن يسافر من أجل أنه يعمل. ومع ذلك نجحوا في تعليمهم، نجحوا في عملهم، نجحوا في تجارتهم. أنا حقيقة تحضرني قصة رجل حقيقة توفي رحمة الله عليه قريبا. هذا الرجل امتهن التجارة منذ أن كان طفلا، فكان يسافر إلى دول مجاورة للسعودية للكويت من أجل أنه يعني يقوم بأعمال بسيطة. يعني تخيلوا، كان يبيع مثلا أشياء بسيطة، فحم مثلا. ففي إحدى المرات أثناء ما كان يبيع الفحم في أحد شوارع الدمام بالسعودية، وكان يومها حر شديد، أتاه أحد المارة وأشفق عليه حقيقة وشافه، يعني كان طفل أيام عمره 11 سنة. فاستوقفه ذلك وقال له: أنت من وين جاي؟ قال له: أنا جيت من إمارات الساحل. فقال له: طيب أمك موجودة على قيد الحياة؟ قال له: لا. قال له: أنا أجزم لو كانت أمك موجودة على قيد الحياة لما سمحت لك في أنك أنت تقطع كل هالمشوار من أجل أنك أنت تبيع الفحم وتعمل بهالطريقة. إذا تخيلوا مدى يعني حجم المعوقات اللي واجهوها الحقيقة في تلك الفترة. اليوم طبعا الوضع اختلف نظرا للتطور الهائل اللي نشهده في كافة مناحي الحياة، فبات الطريق الموصل إلى النجاح أقل وعورة وأيسر من ذي قبل. فصار الواحد فينا يستطيع أن يستغل كافة التقنيات الموجودة، المعطيات التقنية، التقنيات المعلوماتية، يستغلها في أن يطور قدراته، يطور إمكانياته العلمية، يطور قدراته الإنتاجية، وبالتالي ينجح ويستمر ويواصل في حياته. إلا أنه مع ذلك يجب أن يفكر الإنسان كيف يتعامل مع الظروف اللي ممكن تواجهه في المستقبل، اللي ممكن تعترض طريقه إلى النجاح. كيف ممكن يعني يتعامل مع الظروف اللي قد تعتريه، قد يعني تواجه الإنسان ظروف مادية معينة، ظروف أكاديمية، ظروف صحية وغيرها. إلا أنه كما ذكرت بالمثابرة والجد يستطيع الواحد يتغلب على الظروف مهما كان. طيب ماذا لو كان يعني نوع الظروف أو كانت الظروف التي تمر بالإنسان ظروف استثنائية، ظروف غير عادية، كيف ممكن يواجهها؟ يعني طبيعي الإنسان معرض في حياته أن يصاب لا قدر الله بمرض، يتعرض الحادث، ممكن يفقد على أثر هذا الحادث مثلا حاسة من حواسه، عضو من أعضائه، طرف من أطرافه. كيف ممكن يتغلب على مثل هذه الظروف؟ كيف ممكن يواصل مسيرة النجاح فيما لو واجه مثل هذا الظرف؟ الحقيقة هنالك عدة أمور. أول شيء لابد أن يتقبل الواقع اللي هو فيه،
لابد أن المحيط اللي حوله المجتمع ما ينظر لنظرة سلبية، يجب أن يزرع فيه الثقة مجددا، يجب يعني أن يحفز للواقع. أيضا يجب عليه أن يفتش عن مكامن القوة اللي فيه. أحيانا الإنسان حتى لو مر بمثل هذه الظروف، يعني قد تكون فيه مكامن قوة موجودة وكثير من الناس ما تدري عنها، يقول لك لا يا أخي هذا بيعيش حياة تعيسة وحياة صعبة وما منه أمل، لا يمكن، مو بيتقبل أصلا، هذا صعبة عليه الحياة. أنا تحضرني قصة شخصية أمريكية حقيقة، يعني هذا اسمه دايان بليزي، هذا تخرج من كلية الهندسة، تخرج مهندس إلكتروني، وبعد ما تقريبا أمضى 4 سنوات من حياته العملية تعرض لحادث، ونتيجة لهذا الحادث طبعا فقد البصر، وفكر قال أنا الآن فقدت يعني نعمة البصر، لأنه يعني الآن يعني أنا عندي مكمن قوة غير متوفر عند الآخرين، أنا مؤهلي هذا اللي أخذته في الهندسة الإلكترونية ممكن أوفى حتى وأنا في هذا الظرف. فماذا عمل؟ أسس شركة سماها بليزي إنجينيرينج. هذه الشركة تخصصت في صناعة وتطوير التكنولوجيا المساعدة أو الأسيستيف تكنولوجي لذوي الإعاقة البصرية. والحقيقة هذه الشركة كانت من أنجح الشركات بعد يعني تقريبا 10 سنوات من تأسيسها، اندمجت مع شركة أخرى وشكلوا مجموعة سموها فريدم ساينتفك جروب، اللي هي تعتبر الآن أكبر مصنع ومطور للتكنولوجيات المساعدة لذوي الإعاقة البصرية. يعني مثلا من ضمن الأشياء اللي هم يطورونها اللي هي حلول القراءة أو الريدينج سولوشنز، هي عبارة عن سكانرز وعن كاميرات مزودة بأنظمة صوتية، فقط ما عليك إلا أنك أنت تيب تضع عليها الكتاب وتبدأ هذه الأجهزة بقراءة الكتاب بشكل مباشر. فتخيلوا يعني الملايين من ذوي الإعاقة البصرية حول العالم استفادوا الحقيقة من عمل ديان بليزي نتيجة إصراره وعدم توقفه، استمر الحقيقة رغم الظرف اللي تعرض له. أيضا أحيانا الواحد فينا يوم يواجه ظروف معينة في حياته يعني يشعر بالتقاعس، يستهين بقدراته، يستهين بإمكانياته، وتناسى الحقيقة، هو ما نسي ولكن تناسى من أن الله سبحانه وتعالى ترى خلق كل إنسان فينا وهو يتمتع بقدرات خيالية، طاقات كامنة دفينة في الإنسان، يمكن الواحد أصلا ما يدري أن هذه الطاقة موجودة عنده إلا إذا وضع في ظرف وفي موقف معين، هذا الموقف تطلب منه أن يفتش فعلا، يفكر، يكتشف شو أنا ممكن أسوي، كيف أنا ممكن أحل المشكلة اللي أنا أواجهها. يعني أنا أذكر أول ما دخلت الجامعة، أول سنة لي في الجامعة، يعني كانت من أكبر التحديات اللي تواجهني مسألة الكتابة. يعني كنت أغبط زملائي الحقيقة أنهم يكتبون في دفاترهم ويكتبون بأقلامهم، وأنا كنت أجلس مكتوب في الأيدي ما أكتب ولا أعمل شيء. وبصراحة كنت أستعين ببعض الإخوان جزاهم الله خير، كانوا يتعاونون يعطوني دفاترهم، لكن يعني كان يصعب علي مثلا التعرف على الخطوط، كنت أعطيها بعض الإخوان يقرون لي يعني هذا الخط غير واضح، أو كنت أعتمد مثلا على التسجيل الصوتي. لكن مهما كان يعني غير يوم أنت بتكتب المادة أمامك وبتكتب من فهمك. وطبعا كانت الحلول بالنسبة لي متوفرة، يعني في آلات بيركنز، آلات الكتابة هذه موجودة، ولكن يعني لو جبت هالقاعة يمكن الدكتور يروغني، لأن أصلا صوتها جدا عالي، تحدث ضجيج كبير جدا. فبحثت عن حل أبسط من هذا، يعني فقالوا لي أن ديان بليزي هذا طور يعني جهاز عبارة عن نوت تيكر، عبارة عن جهاز فيه أوبريتنج سيستم متكامل صغير جدا، تقريبا يعني بحجم علبة الغلينكس، مزود بنظام تشغيل ويمكنني أن أكتب بهدوء، يعني ما يحدث صوت في القاعة، وفي نظام طبعا تخزين للمعلومات المكتوبة وعلى شكل ملفات طبعا، وبإمكاني أستدعي هذه الملفات في أي وقت. وفعلا استعنت بهذا الجهاز وريحني كثير، وقدرت أكتب فعلا يعني وراء المحاضرين، وفعلا حسيت حالي حال الطلبة اللي وياي تماما. وبعد مرحلة زمنية معينة يعني لاحظت بأن سرعتي في الكتابة على هذا الجهاز كانت جدا جدا عالية، إلى درجة أني كنت أفوق في سرعة الكتابة زملائي المبصرين. ففكرت قلت الآن أنا
يعني هذا الحل أمامي، ليش ما أنا أسخر الإمكانية هذه في أني أنا أجهز الملفات اللي أكتبها وأكتبها بشكل صحيح وأدققها وأهيئها كما لازم للطلاب؟ فقلت خليني أجرب، وصلت إلى حل، يعني فعلا في كان أوبشن في الجهاز أتاح لي أني أنا أحول الصيغة اللي كنت أخزن فيها الملف إلى نص مقروء، فنزلت على فلوبي ديسك، أعطيته واحد من الأخوان، قلت له يا أخي جرب أطبع لي، عمل لي برينت أوت لهالمعلومات هذه، وطبعها، قلت له كيف الكلام؟ واضح؟ قال لي نعم ممتاز. قلت له خلاص، قلت له هذه أنا ترى يعني مثلا المادة الفلانية قمت بكتابة وراء المحاضر، فيعني أعجبوا حقيقة بهذا، وقالوا خلاص احنا أحمد من اليوم رايح بنعتبرك أنت يعني بنعتمد عليك في كتابة الملازم الدراسية، وصرت فعلا أكتب الملازم الدراسية لزملائي الطلاب من ذلك الوقت. فهذه حقيقة إمكانية أنا اكتشفتها في نفسي، ومتى اكتشفتها؟ عندما فعلا مريت بظرف صعب، احتجت أني أنا أبحث عن شيء، أبحث عن حل لمشكلة كنت أعانيها، وبالفعل وتمكنت أني أن أصل إلى هذا الحل، واستعنت بالتقنية اللي فعلا ساعدتني على ذلك. طيب فرضا الواحد منا قدر أن يتخطى هذه المصاعب، وقدر يحقق يعني ما يصبو ويرمي إلى تحقيقه، وحقق مثلا وقدر أن يعني يحصل على مؤهل أكاديمي معين مثلا في هندسة، في علوم حاسب، في أي شيء، وفكر في خوض غمار الحياة العملية. عندما ستفكر بخوض غمار الحياة العملية عليك أن تتوقع نوع آخر من المعوقات. طبعا أنا يعني يمكن الوقت ما يسعني أني أنا أذكرها كلها، ولكن أنا سأذكر أهمها، هو سلوك بعض الناس السلبي حقيقة اللي أنا أسميهم أعداء النجاح. يعني مثلا أنت توك طالع تخرج الجامعة، فريش جراديويت، حامل مؤهل معين ما شاء الله يعني مميز، ورحت تبحث عن فرصة عمل في مؤسسة ما، وقابلك الشخص المسؤول وشافك صغير توك متخرج واستهان بقدراتك، وقال لا يا أخي أنت ما عندك الخبرة الكافية ولا عندك الدراية اللي أنت تمكنك من العمل ولا ولا ولا. وهو أصلا أنت لو يعني مثلا لو سوون مقارنة بينكم، أنت يمكن راح تفوقه بكثير، راح تحرجه أصلا، يمكن هو ما عنده يعني دراية بكثير من التقنيات اللي أنت يعني على دراية فيها. بالتالي هذا ممكن يزرع فيك شيء من الإحباط واليأس، خصوصا إذا مريت على أكثر من 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 شخصية مثل هذا. أو مثلا أنت تكون متخرج وفي بالك والله مشروع معين، تفكر أنك أنت مثلا تؤسس عمل حر، وتي تستشير أهل الخبرة ويشوفونك مندفع وهذا، يقولك لا يا أخي هذا المشروع ممكن يعني أنت تخسر فيه، وأصلاً الآن السوق مشبع ومليء بالمشاريع المماثلة وما في شيء يميزك عن الآخرين، طيب بلاش منها. فيزرع فيك يعني خوف من الفشل فأنت تتوقف. فأنا نصيحتي لا تأبهوا لمثل هؤلاء. يعني الواحد لو مثلاً يعني ما وجد فرصة العمل المناسبة، بالعكس هذا قد يكون دافع له أن يواصل مسيرته الأكاديمية، يكمل ماسترز، يحصل على الدكتوراه، يتميز على الشخص اللي منعه حتى هذا من العمل. أو حتى مثلا أنت لو هذا المشروع يا واحد مثلا وحاول أن يقلل من شأنه، أنت في الأخير أنت أعرف الناس يعني مدى إمكانية نجاح هذا الأمر من عدمه، نظرا لأنك أنت الشخص المتخصص، أنت الشخص الأقرب لهالميدان اللي أنت تبغي تأسس مشروعك فيه. طيب فرضا هذا الشخص فعلا أسس مشروعه وقدر أن يبني مؤسسة أو شركة، ويبغي فعلا يعني هاي الشركة تتميز، يبغيها تتميز عن المؤسسات والشركات الأخرى، كيف أنا أصنع وأجعل من شركتي أو مؤسستي يعني جهة ناجحة تتميز عن بقية الشركات وعن بقية المؤسسات؟ طبعا في أمور كثيرة يعني يمكن أهل يعني الإدارة والتميز هم أعرف مني فيها، ولكن أنا صراحة بركز على الجانب اللي فيه تذليل المعوقات حقيقة، اللي فيه جانب من يعني تذليل المعوقات عن الناس. أنا لازم أفكر في ثلاثة أمور. أول شيء، كيف ممكن أخلق بيئة عمل مثالية، بيئة عمل صديقة للكل، مرحبة بالجميع، ما تميز بين الستاف فيها والله على أساس لون أو على أساس عرق أو على أساس جنس، يعني فيها دايفيرسيتي، فيها تنوع بشري، فيها يعني من كل الأجناس ومن كل يعني فئات المجتمع، فيها معاقين، فيها كبار سن، فيها ناس مؤهلين طبعا للعمل عنده. كيف أنا أخلق هذه البيئة؟ ثانيا أفكر في يعني
تسهيل على المتعاملين. أنا كيف ممكن أسهل على المتعامل اللي ممكن يأتيني؟ أنا ممكن يأتيني شخص مثلا كبير سن، أو يأتيني مثلا شخص على ويلشير يحتاج التهيئة المرافق المحيطة. أنا لازم أعمل حساب كل الفئات اللي ممكن تأتيني وتستفيد من خدماتي. لأن اللي يصير إن كثير من المؤسسات، كثير من الشركات، كثير من المصارف، كثير من يعني شركات الاتصالات وغيرها وغيرها من الجهات أو المنافذ الخدمات وغيرها، دائما يعني ما يعملون حساب أصلا يعني الفئات المستضعفة هذه الحقيقة اللي يعني ما يلتفت إليها أحد. ودائما الحقيقة يعني الشركات اللي تحوز على الجوائز، جوائز التميز، جوائز الجودة، هي شركات اللي تراعي خصوصية هذه الفئات. ثالثا، أنا لابد أني أفكر في المنتج اللي أنا أقدمه للناس، أراعي في تصميمه أن كيف أنا ممكن أصمم منتج يفي باحتياجات جميع الناس بصرف النظر عن يعني أي شيء، أي اعتبار ممكن مثلا يعني يستخدم. أنا أعمل في 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 في, في لازم أعمل في حساب إنه مثلا هذا المنتج يطيح في يد شخص مثلا ممكن ما يستطيع أن يقرأ، أحط ليبل مثلا معين، أكبر الخط، أعمل كذا. أنتوا تعرفون من أسباب يعني نجاح شركة أبل في الآونة الأخيرة أنهم يعني تبنوا مفهوم اليونيفرسال ديزاين. مفهوم اليونيفرسال ديزاين يقضي بأني أنا أصمم منتجاتي وفق احتياجات جميع مستخدميها. فمثلا يعني جميع الأجهزة اللي هم سواء كان محمل فيها الآي أو إس أو الماك بوكس اللي فيها الأو إس إكس أوبريتنج سيستمز، هذه حقيقة مزودة بشيء اسمه يونيفرسال أكسس. اليونيفرسال أكسس هذا عبارة عن حزمة من البرامج فيها يعني نظام صوتي يمكن ذوي الإعاقة البصرية من استخدام جميع تطبيقات نظام التشغيل، وفيها أيضا مكبر للحروف، وفيها أيضا يعني برنامج آخر لمساعدة يعني من يعانون من مشاكل في السمع. فتخيلوا يعني حجم الفائدة الكبيرة اللي جنتها بعض الفئات نتيجة تطبيق مفهوم اليونيفرسال ديزاين. يعني تخيلوا، أنا أعطيكم مثل بسيط اللي هو الآي بوكس أب والأمازون كيندل اللي ممكن تحملها على الآي أو إس ديفايسز. تخيلوا يا جماعة بوجود يعني السكرين ريدر مع هذه الأبس اللي تعتبر منافذ لمكتبات كبيرة فيها ملايين الكتب، في يوم وليلة انفتح المجال لذوي الإعاقة البصرية انهم يقرؤون ملايين الكتب بعد ما كان يعني ما كانت مصادر القراءة محدودة جدا، ما تتعدى عشرات الآلاف. ففي يوم وليلة قدرنا احنا ننفذ الى ملايين الكتب بسبب شو؟ بسبب امر بسيط يمكن ما كان في مخيلة الكثير من الشركات، اللي هو مفهوم اليونيفرسال ديزاين. انك انت تضع سكرين ريدر، تضع ماجنيفيكيشن مثلا سوفت وير، وايضا يعني اليونيفرسال ديزاين ما هو بالضرورة يشمل فقط يعني الأجهزة والمنتجات، ممكن يشمل حتى البيئة المحيطة. أنا كيف أقدم يعني مثلاً أو أصمم مبناي بطريقة تتوافق مع احتياجات كل مستخدميها. حقيقة حابب أختم حديثي هذا بأمرين. الأمر الأول، أمس يمكن تقلب في تويتر مرت عليه حقيقة يعني تغريدة جميلة للشيخ الأخضر الشيخ عبد العزيز النعيمي، يقول فيها طبعاً هذه الحقيقة التغريدة يمكن تلخص يعني باختصار شديد كل الكلام اللي قلناه. يعني تقول هذه التغريدة: سر العظمة هو العمل بلا يأس والمثابرة بلا فتور. وأخيرا وليس آخرا، أجدد شكري الحقيقة إلى جميع الإخوة الذين حقيقة عملوا على الإعداد والتنظيم لهذا الحدث، وأشكركم الحقيقة على حسن إصغائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.